تعود أصوات الانفجارات والرصاص إلى جبهات العاصمة السورية دمشق. جبهة جوبر كانت المسرح الأكبر لمعارك النظام والمعارضة السورية في الآونة الأخيرة. معارك استمرت لأيام، تمكنت خلالها المعارضة من إحباط أعنف هجوم للنظام على الحي، 30 قتيلا وعدد من الأسرى هو ما وثقته المعارضة في أول يوم من المعركة. طبعا بالبداية كان في وقف إطلاق نار بالحي، وطبعا يعني نحن كان من طرفنا في التزام لوقف إطلاق النار، ولكن نحن متفاجأ بيوم الجمعة خامس يوم عيد الكبير باختراق الهدنة ووقف إطلاق النار من قبل النظام، وتم إطلاق صواريخ أرض أرض. الحمد لله رب العالمين، كان في محاولة شرسة بمحاولة التقدم على حي جوبر، ولكن بفضل الله عز وجل لم يستطيع التقدم. استراحة محارب والأيدي لا تفارق الزناد لمواجهة أعتى الأنظمة بطشا، وما تزال جوبر عصية على الأسد وميليشياته. الكيماوي وصواريخ أرض أرض ومئات القذائف انهالت على جوبر، وما زال هؤلاء في نقاط رباطهم. ما تمت مقيمة على الهدنة هي واخترقتها، حاول الجيش يقتحم علينا وبكثافة نارية كتير كبيرة، يعني ضرب علينا غاز كلور، صواريخ المدفعية، الطيران يعني ما هد علينا، الطيران الليلي والنهاري، ومع ذلك نحن صامدين. يعني 4 أعوام وما زالت جوبر تقاوم رغم آلة الموت، وتعدى الحلم صد الهجمات، بل باتت أعين المقاتلين تنتظر لقاء قريبا في جبل العشق قاسيون.